السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على أنواع التقويم. هناك 3 أنواع يعني اللي معروفة ديال التقويم. فهناك التقويم التشخيصي الذي يكون غالبا في بداية السنة، تقويم مكتسبات السنة الماضية لنتعرف على مدى اكتساب المتعلمين للموارد السنة الماضية، وبعد ذلك نقوم بإعداد خطة للدعم. ويمكن أن يكون أيضا التقويم التشخيصي خلال بداية درس لنتعرف على المتعلم متمكن من الدرس الماضي أم لا. النوع الثاني وهو التقويم التكويني. التقويم التكويني قد يكون طيلة السنة، يعني يقدر يكون مثلا في وسط الدروس مثلا ندير واحد التقويم تكويني. يهتم باكتشاف أخطاء المتعلمين والمتعلمات وتشخيص الصعوبات المرتبطة بذلك خلال مختلف مراحل التعلم. يعني التقويم التكويني يقدر يكون في مختلف مراحل التعلم طيلة السنة. والتقويم الثالث هو التقويم الجزائي. التقويم الجزائي يعني هو من خلاله اللي كنحكموا على مدى تحكم المتعلم ومدى تحقق الكفاية. يعني نقدروا نعطيو واحد الجزاء مثلا لينتقل او لا، ولا نقدروا نعطيو مثلا واحد النقطة. تكون في نهاية مرحلة دراسية، التقويم الجزائي كيكون في واحد نهاية المرحلة الدراسية وتتجلى في عملية تحديد من مستوى اكتساب المتعلم للكفايات المسطرة في المنهاج الدراسي واتخاذ القرارات المناسبة. يعني اتخاذ القرار المناسبة هل ينتقل السنة الموالية أم لا. وشكرا جزيلا لكم.